ايه، ما قلت لي شلون شغلها؟ الحمد لله، يوم هيك يوم هيك. بعرف نحن زبايننا معدودين، وزبون الحارة ما بيدفع مثل زبون الطيار. مظبوط، بس الحمد لله شغلتنا ما في منها، وعدتها خفيفة ظريفة. الحمد لله. الله يرحمك يا عمي ابو عصام، والله فضلوا على هالرقبة هي ما بنساها بحياتي. تعيش. لك شو هالشوفة اللي عم شوفها؟ تعال سعيد، تعال شوف لي هالشوفة. شو فيها بشوكان؟ لك هذا النمس ولا واحد تاني؟ يا عم هو بشحمه ولحمه. وليش هيك لابس؟ شو بيعرفني؟ مو بيقولوا العائل زينة البني آدم؟ شكله مصيف على الأخير. لك هذا أنت فكرت واحد بيك جاي على الحارة، أم طلعت أنت؟ لك مين بدي أطلع؟ أنت؟ شي. لك مالي معبي عينك بمرزوق؟ لك معبي عيني وعين الفيجي كمان، ليش مغيح اللاسة؟ والله طلع بمرائي، أخو مرائي أنت شي. لسه بيتحشي حاله وكل شغلة. قال هلي ما بتزين عروقه ما بتزين خروقه، وقال لا بقى للشيوحة مرجوحة ولا مبرا شباب. قال شروان مالنا ودكتنا ب 14. لك قال اللي مثلك ما بيلبق له لا أهلين ولا سهلين. أسرع يلا على عيني. يسموا ايديك ابو شوكات. لك صهري ما انا صادق اتصل لي شعري بعد ما خلصها. لك راجع بس بدي اخذ غرضين لبوران، وحياه عيونك راجع. سلي الله يسلمك. دعما عصام عصام تعال شوف النمس عم يفتح دكان رياض. واقف عندك ولا شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ عم افتح دكانتي. شو يعني دكانتك؟ عرف لي اياها ما فهمتها. شو جنيت؟ والله مش ما فهمت. رياض تركت دكاني وانا اشتريتها من اصحابها. عم شلون يعني اشتريتها من اصحابها؟ شو الشغله على كيفها؟ اذا كيك عصام ابو شوكت شوفي شو صاير، ليش وقتكم طالعه بحاره؟ شوفي قال هي دكانته. اي نعم هي دكانتي، بدي اشتغل فيها اللي بيعجبني، واللي ما عجبه يفتح راسه بالحيط. ما بتقولوا له ماضي؟ يلي عم تسمعه لك الى الحاره والحاضر يعلم الغيب. تخرج ولك انت دمك مهدود. معتز معتز اتركهم يرضوا يعني. صلوا على النبي صلوا على النبي يا شباب. بيتك شو هيك يا ابني؟ ليش ولا اروش هيك؟ شو قصه يا ابني؟ اعطينا شوف القصه وبهينا معتز. القصه انه مأمور بك اشتغل هالدكانه مشان يتسبب فيها. شو اجرمنا؟ اجرمنا بحق حدا؟ اتركونا نعرف نعيش، اتركوا الزعش بحاله. شو عمل لي انا ومأمور بك؟ مأمور ماشي. ليش مكبرينا يا جماعه؟ النمس عم يحكي مزبوط، انا اعطيته الدكان ليشتغل فيها. شو هالحكي سيد مأمور؟ هذا النمس واحد اسعار ولابسينه كلياتها من الحاره، وانت ما بتعرف الذنوب. مزبوط، مش كل شيء وايده طويله. اخي هذا النمس ما بيتعاشى، وجوده بحارتنا غير مرغوب فيه. اخي صح خالي، لك هذا حي بسبع روح. صلوا على النبي يا جماعه وخلونا نسمع السيد مأمور شو بده يقول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. انا بدي احكي كلمتين للحاضرين وبس. من يوم ما كنت بالغربة وأنا حالف يمين على حالي إنه بس أرجع لبلدي وحارتي إني ساعد المساكين والدراويش، وما حدا منكم بينكر إنه النمس مسكين ودرويش. إيه نعم، وظروفه بحياته ما كانت منيحة، يعني بلا منقودية لو كان الزلمة تاجر بالمزورية ولا بسوق الحميدية ما كان استقبال كله أحسن. شو ذنبه الزلمة إلا إنه خلق فقير، وأنا حابب ساعده وما لي طالب شي منكم، ما لي طالب غير الثواب من رب العالمين. ولا تنسوا يا رجال الشي اللي عمله وقت اللي العسكر كانوا يفوتوا علينا من بيت أبو ممدوح. يا شيخي ونحن مو ناكرين وياها، بس نحن خايفين من مشاكله بالحارة. ألو النمس عندي من اليوم ورايح أنا بكفل لكم إياه، وإذا حاص يمين ولا شمال رح ألحسوا برات الحارات كلها بمعية القبضاي معتز. على راسي سيد مأمون، الله يجزيك الخير. يا اهلين بالعريس، شو مجهز حالك يا عريس الزين؟ ايه والله ابو العز عريسنا من زينة شبابنا، وهي قدام وجاهة الحارة كلياتها، حمامه وتلبيسته نقوط مني. الحمد لله وهي خلصنا نص الطلبين. طيار عنا الصدورة ومصبات لها. خاطر عربية ان شاء الله بكره ما خلصوا. ان شاء الله. مساء الخير ابو الفواري. السلام عليكم. مساء الخيرات وعليكم السلام، يعطيكم العافيه شباب. الله يعافيك يا رب. شو طمني شو اخبار الحاره؟ الامور هودا يا عقيد من وقت انحلت المشكله، بقى شو رايكم هلا تشربوا لكم كاسه شاي اكرم عجم من تحت ايدين عمكم ابو فواريس؟ معلش يا ابو الفواريس خيره بغيره، بس انا بدي اياك تدير بالك منيح على الحاره. ولا يهمك عقيد، على راسي.
بده يروح. نورتي بيتك يا بنت. نور بوجودك ابن عمي. شو بكي خجلانة؟ طلعي فيني. طلعي. سبحان الذي خلقك على الجمال. وين كان هذا مخبى كله وين؟ انت عيوني وتاج راسي يا ابن عمي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. امبارح بالليل وقال لي يا خالتي بكره بتروحي على حارة الضبع وبتخبريه هون انه ابو شهاب عايش وما له مطول ليرجع على الحارة، واعطاني علامة. علامة؟ وشو هي العلامة؟ قال لي معتز. معتز؟ لك اي والله امبارح كان عرس معتز. يي هل مأنزع تجوز؟ إن شاء الله صباحية مبارك يا عروس. الله يبارك فيك يا مرت عمي. يا مو معتز عطيتها البقجة لخيرية؟ يا لطيف على النسوة. لا والله ما عطيتها إياها. عدي يا بنتي عدي. ليلي يا بنتي لا تستحي. شلون لقيتي معتز؟ معتز ما في منه مرت عمي. الله يهنيكم ببعض يا بنتي. بدي فهمك على شغلة. أساس السعادة بين الرجال ومرته هو التفاهم. يعني بدي أنصحك نصيحة، شو ما طلب منك وشو ما قالك لا تردي بوشه. بزماني أنا غلطت مع أبو عصام وصار اللي صار، ولهلأ أنا ندمانة. وبدي قلك مثل احفظيه منيح، قال غسل وشك ما بتعرف مين ببوسه، ونظف بيتك ما بتعرف مين بيدوسه. خدي بنت عمي ان شاء الله بيعجبوكي. سلموا ايديك ابن عمي. الله يسلمك. خير مين جاينا بهالوقت؟ رح افتح. استنى امي انا بفتح، خليك مع عروستك. امشي الحقيني الحقيني يا بنت. تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك إلهي. كشفي عن وشك ما في حدا. ما في حدا. أي الله. أي شلونك سعاد خانم؟ الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إلهي ألف مبروك للعرسان يا حق. الله يبارك فيكي. تعي لقلك جايبت لي خبر حلو كتير كتير. خير إن شاء الله. رفيقتي أم جوزيف شايفة بنومة أخوك أبو شهاب ومنام حلو كتير كتير، إجت من الصبح مش قد تقلي عليه. يبعت لك يا أم زكي يبعت لك. فكرت خبر عن حق وحقيقي منام. ايه اصبح انتي ما بتعرفي منامات ام جوزيف بنوم. ام جوزيف منام عمره ما بيخيب. عن جد؟ لكن تعي احكي لي شو شافت عن اخي. يلا تعي لاحكي لك. تعي. اهلي يا ابو. شو هالحكي؟ اخر تبعكم يا اهل حرس الضبع. بس رايحين جايين عم يتزوروا فيه وما حدا عم يرمي السلام. وبعدي شو قاعد كش دبان انا؟ ما خلصنا نبخ الدبان جينا على كش الدبان؟ بس انا ملاقيكم دوبارة لكون المعلم النمس انا. اصبر شوي شغلك بده صبر، وصدقني بعدين راح اطلها العسل بشهدو. أنو عسل وأنو شهدو بيك؟ ما في غير قاعد بالدكان بقى بالصفن الله وكيلك لا شغلة ولا عملة. شي ما كنا عم نبخ بق ودبان وناموس وماشي وضعنا وعالي العال، هلا ما في غير عم نكش بهالدبان. اقعد وريح لي حالك. صار بيك
خلاص اطمن راح تشتغل، ومن هون لترتزي كل اللي بتحتاجه عندي. بس هلا بدي اياك تروح على الحاره وتدقدس لي من تحت لتحت مين اللي بده يبيع بيته، يعني ما بدي حدا لا يحس ولا يعرف. مين بده يبيع بيته؟ هدول اهل حاره الضبع؟ فالج لا تعالج الله وكيلك، هدول الناس لا بيطلعوا من بيوتهم ولا بيبيعوها. لكن ما في حدا ما بيبيع، خصوصي اذا طمعته بالمصاري وعطيته اللي بده اياه وحبه مسك. لا حبه مسك ولا حبتين، هدول الناس ما بيعوا. ابو النار، ابو النار عنده بيت في حاره الضبع وكان عارضه للبيع، اتذكره. هيك هلا بلشت تفكر. اهم شيء يكون شغلنا سري، يعني ما بنفتح بواب على حالنا. طمن بيك، واذا في مصاري كتير الى عيونك، خلال سنتين مو بشتري لك حاره الضبع، حاره الضبع واهلها كمان. بس بدي اسالك بيك، انت شو اللي براسك؟ لوين بدك توصل بيه؟ هلا انت اذا بدك تكتر سؤالاتك واستفساراتك راح تخسر كل شيء واولهم حياتك. بقى حميت ربك وبوس ايدك وشوف على النعمه اللي انت فيها.